هعمل صدور الدجاج بالمشروم والبينك صوص، وهدخل معاها كده ايه تشويحه لطيفه وحاجه سريعه وكلها في طاسه او بان واحده، مش هتاخد معانا شغل كتير. عندي صدور دجاج مخليه، عندي مشروم حسب الرغبه، لو احنا هنستخدمه معلب يبقى لازم نشطفه كويس جدا من الماده الحافظه لو هو علب، لو فريش هنقطعه ونستخدمه على طول. طيب عندي طماطم مجففه من اللي اتفقنا عليها وعملناها امبارح ووريت حضراتكم وقلت لكم ونزلنا الطريقه وهنزلها تاني النهارده لاصدقائنا اللي طلبوها. عندي عصير طماطم، طبعا عندي زبده وزيت، وده اختياري، لو عايزين تستخدموا زيت زيتون بس ما فيش مشكله، ملح وفلفل، روزماري وزعتر، عندي بصل مفروم وتوم مفروم، معلقتين بس من الدقيق، كريمه لباني. ممكن نستعيد عن الصوص ده ونعمل مكانه بشاميل خفيف اللي يريح حضراتكم، يعني ممكن نستخدم الدقيق ده مع شويه لبن او شويه مرق اللي يريحكم. طيب بطاطس البيوريه طبعا هقدم معاها الايه الفراخ بتاعتي. طيب عندي بقى للبطاطس البيوريه عشان اشتغل في الاثنين تقريبا جنب بعض، عندي بطاطس المسلوقه والمهروسه، وعندي بطاطا مسلوقه ومهروسه، واقول لكم سلقتها ازاي. قطعه من الزبده، جبنه كريمي اي نوع متواجد عند حضراتكم او مثلثات، شويه لبن، ملح وفلفل، جوز الطيب، شويه بقسماط، جبنه موتزاريلا. البطاطس البيوريه ليها طريقتين، ليها طريقه ان احنا نقدر نعملها كده بالبيض والبقسماط زي الصوابع ونحشيها خضار، نحشيها لحمه، نحشيها فراخ، نحشيها مشروم، نحشيها اي حاجه وتتحمر في بيض وبقسماط للولاد، جميله جدا وتروح معاهم المدرسه في اللانش بوكس، او هنعملها صينيه زي اللي كنا متعودين عليها بتاع زمان، بس احنا هندلعها شويه النهارده ونعملها وصفات لطيفه. تعالوا كده، عندي اول حاجه بسم الله هحط هنا الوك، انا سخنته قوي عشان لما احط الزيت ما يغليش، يبقى هي البان اللي سخنه وينزل يعمل على طول صوت التش ده اللي هو ايه اللي هو انا في الاخر عايزاها تبقى ما تعملش ميه، فدي بالنسبه لي برضو مهمه. بسم الله، عايزه الملقاط الرفيع يا اولاد، بصوا كده بسم الله، وهحط لها الملح والفلفل وهي هنا لان خلي بالكم تنزل في صوص. بسم الله اهو، انا مشوحه كميه منها كتير في الوقت اللي قدامنا هتشوفوه دلوقتي، بس بصوا بقى ما بحركهاش خالص غير لما عايزه الملقاط الرفيع الصغنون. بصوا بقى، رشه ملح ورشة فلفل ورشة بهارات كده، رشة من البهارات، وايه هزاها هي لوحدها هتطلع، مش هلمسها دلوقتي، اول ما تعمل الكفر ده بصوا الشكل ده هتلاقوها على طول بتتلف لوحدها، انا بس عامله كميه عشان الوقت عشان ابقى مجهزه، تطلع بالشكل ده، دي اساس اي وصفه، هنعمل بيكاتا، هنعملها باي صوص، هتبقى لطيفه جدا جدا، ولازم الحركه الاولى دي في الفراخ، بصوا بقى اهو. عايزه يا جماعه سباتشولتين كده حلوين ناعمين، بصوا بقى، مكان تشويح الفراخ، هنزل بقطعه زبده واحده. خلاص؟ وهاخد معاها هنا شويه المشروم. خلاص هنشوح تشويحه حلوه يدي طعم حلو للايه للمشروم كده مع الزبده، طعم لطيف كده وسريع وحلو. نقلب بقى هنا تقليبه حلوه، انا بعمل شويه عصاج، رشه ملح وفلفل وبهارات ورشه من الكباب الصيني، عصاج عادي وممكن اضيف عليه شويه الخضار الحلو ده علشان برضو تبقى حلوه فيها قيمه غذائيه. طيب هنقلب كده تقليبه حلوه، وانا البطاطس اتسلقت ازاي، بنغسلها كويس قوي فرشه بتاعت الخضار، وبعدين بنسيبها تتصفى ونمسحها فوطه نظيفه، بناخد حله كبيره ونحط فيها البطاطس بتاعتنا ونبدا نعمل فيها ايه، ونبدا ناخدها نحط معاها شويه ملح حلوين، معلقه ملح، ونحطها على النار عاليه، اول ما تغلي هوطي النار واسيبها تاخد وتدي مع بعض عشان نقول بطاطس جميله، وهجرب بالسكينه لحد ما الدنيا تظبط معايا. بصوا بقى هنا في المرحله دي هحط شويه فصين الثوم مهمين قوي مع المشروم، بيدوا طعم حلو قوي للوصفه دي يا جماعه، حتى لو عايزين تاكلوها مع رز مش مع بطاطس بيوريه او ماش بوتيتو هتطلع تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى، معلقتين الدقيق هنا في الاول ومش عايز اكتر منهم عشان ما يبقاش الصوص تقيل قوي واضطر احط سوائل كتيره. خلاص، وانا هنا عملت كده هروح نازله بايه، هروح نازله الاول بشويه صلصه الطماطم، تنسوش ان انا عامله بينك صوص مش عامله صوص بني. خلاص،
هسيبه من الاول كده هنا يغلو غلوتين، واسمحوا لنا بقى احط رشه زعتر رشه روزماري، وهستسمحكم هسيبهم يغلوا مع بعض شويه. بعد معلقتين دقيق بقى قوامه عامل ازاي؟ تحسوه كده فيه كثافه بس مش تقيل قوي. هنزل عليه بالكريمه، بسم الله، ونقلب كده. وهبدأ عندي بقى كام فلفلاية كده مشوية، وعندي كام واحدة طماطم مجففة الجميل، عايزين تقطعوا دول زيت زيتون، هسيبهم زي ما هما. وهاخد بقى قطع الفراخ الحلوة دي هنزلها في الصوص ده، سيبها تاخد غلوة كده حلوة معاهم عشان الدنيا تبقى جميلة. بصوا بقى كمان اللسعة اللي في الأول دي مهمة قوي، سواء في البيكاتات أو غيرها. أنا رفعت خلاص العصاج عشان هحشي بيه دلوقتي، هعمل ميكس ميكس بين ايه بقى؟ بين البطاطس البيوري والبطاطا. يلا بينا، بصوا كده وناخد ام جوز العصاج بتاعنا. انا بقى عامله بشاميل خفيف، احنا عملناه مع بعض قبل كده كتير، فانا مش هعمله تاني. انا هصبه فين بقى؟ هصب طبقه هنا في النص عشان تدي كده طعم كريمي حلو مع الزبده بتاعتنا اللي احنا عاملينها. شكرا على محبه حضراتكم، والله يعني دي حاجه بتسعدني جدا، ويمكن ربنا اراد ان انا يبقى لي نصيب مع الامهات اكتر، عشان هي دي نقطه الضعف، عارفين؟ فربنا يديمكم نعمه يا رب في حياه اولادكم، ويديمكم نعمه كمان في حياتي. بصوا بقى انا ملحتها، كانت ناقصه حبه ملح صغيرين عشان الصوص. طبعا انا ضفت كريمه، فالكريمه خدت شويه من التوابل بتاعتي. زودوا بقى شويه ملح وحركات، واحط هنا شويه السبع بهارات. عايزين بقى شويه بدل جوزه الطيب رشه كباب صيني، اوكي، رشة الزعتر والروزماري، نطعم بقى حبة حلوين. على فكرة البردقوش كمان من الحاجات اللي ممكن تدخلوها في الوصفة دي، بردقوش ممتاز زي الصيادية، زي السمك، يعني الرز السمك اللي احنا بنعمله دخليه في مثلا الكشري، تدخليه في الوصفات اللي هي انتوا خليكم معايا بقى في الطبق كده يا حلوين، تسلم ايديكم وعينيكم. ممكن تطبخي بيه، بس هو هيبقى طعمه مكرمل شويه. ممكن تستخدميه في الحاجات اللي هي ايه فيها طعم البصل الظاهر، ممكن شوربه البصل الحلوه الشتويه تعملي بيه شويه شوربه عدس وتدخليه معاكي بدل ما تحطي بصل عادي. قالوا ان انا ما بحبش يعني البصل اللي هو بيبقى جاهز ده، لكن مفيش مشكله اذا متوفر عندك يا حبيبه قلبي. بصوا بقى الجمال. لا انا عايزاكم هنا معايا سمونه من فوق بقى، بصوا كده وانا بصب الصوص الحلو ده مع شويه الماش بوتيتو دول وشويه البطاطا الحلوه دي، القمر. طب احنا مش عاملينها هنا حلوه، عاملينها حادقه، شايفين الجمال؟ يا نهار ابيض، الطبق ده والله لو هتاكلوه بره في اي مطعم، وهيديكوا قطعه ماش بوتيتو صغنونه، ويحط عليها شويه من الصوص ده بعد ما يحفر فيها حفره كده، وجنبها قطعه واحده ستيك او قطعتين يعني رفيعين قوي على حسب ما انتوا هتطلبوا، او صدور. عايزه اقول لكم برقم، تعالوا بقى انتوا اعملوا ده من نص كيلو صدور ولا حاجه، شوفوا هيطلع معاكم عامل ازاي. واكل مختلف، والولاد بتحب قوي الاكلات دي، الصوصات اللي بنطلبها جنبها دي، وبتعيش وبتقعد معانا. يا رب النهارده يعني ايه الوصفات تكون نالت الاعجاب. جربوا بقى البطاطس البري بتاعت زمان الحلوه اللي احنا عملناها دي، والله هتستمتعوا بيها جدا، وجبه مشبعه وفيها كل العناصر الغذائيه واقتصادية وجميلة، وما عملناش يعني لحمة كتير ولا حركات. اسمحوا لي بقى استعد دلوقتي للفقرة.